مكياج الفيرست ديت او حتى لو قعدة تعارف صالونات، وطبعا ده من وجهة نظري انا، كل واحد حر يحط المكياج المناسب ليه هو. طبعا الوقت والمكان بيفرقوا في شكل المكياج، يعني مكياج الصبح غير مكياج بالليل، لو انا قاعدة اندورز او اوت دورز ده بيفرق جامد. شكل البشرة بالنسبة لي اهم من شكل المكياج. في الخروجة دي رطبت بشرتي وحطيت حاجة اسمها سان جلو او اي ليكويد هايلايتر، وهبدأ اوزعه على بشرتي. بعد كده هجيب الفاونديشن واحط كمية بسيطة وهبدأ اوزع على بشرتي برضو. بعد كده كونسيلر، وانا شايفة ان الخروجة دي مش المفروض نحط مكياج يغير من ملامحنا. هرش فيكسينج سبراي وبعدين هدمج كله مع بعض. ليكويد بلاشر، وانا مختارة كل الالوان تبقى الوان ترابية، الوان هادية، مفيش حاجة فيها يعني مفرقعة قوي. هثبت بلوس باودر خفيف قوي تحت عينيا. بعد كده هاخد درجة الاي شادو دي انفضها وابدأ احط على الجفن بلون بني غامق، وهمشي فوق الجفن كده من هنا بالراحة، وبفرش الدمج هبدأ ادمج الخط البني ده. هسرح حواجبي بمسكارة ملونة، وعلى الجفن من تحت نفس اللون اللي انا حطيته على الجفن من فوق. هاتني رموشي، حط ماسكارا. في ناس بتحب دايما تحط رموش، اللي عايز يحط رموش يختار رموش تكون طبيعية وهادية، مش بتدي طول جامد ولا كثافة جامدة. هحدد ببني غامق، وطبعا اللون ده هيروح دلوقتي مع روج، ويعني نصيحة بلاش روج احمر او روج غامق قوي في اول خروجة. وده اللوك الاخير، وطبعا تاني كل واحدة حرة تحط المكياج المناسب ليها واللي هي تحبه. والناس بتاعت كل ده ميك اب ومش حاطة، ولا كل ده انا بحط زبدة كاكاو بس، ده انا مش عارفة ايه، كل واحد حر. عايزة تحطي زبدة كاكاو بس، عايزة تحطي كحل بس، عايزة تحطي روج احمر، عايزة تحطي هيفي ميك اب، رموش، عدسات، كل واحد حر.